هنتكلم النهارده عن شويه معلومات بسيطه وعن شويه اخطاء لازم ناخد بالنا منها، لان ناس كتيره مننا بتقع فيها. يعني مثلا لو طفل اقل من 3 سنين اديله الحقنه العضل فين بالظبط، قدام ولا ورا؟ لو مثلا بنت عايزه تتخن وبتاخد دكسه او كورتيزون عشان تتخن، هل ده صح ولا غلط وايه اضراره؟ ومعلومات تانيه كتير، تابعونا. اهلا بيكم، معاكم الدكتور تامر. في البداية لو عندك طفل أقل من 3 سنين وهياخد حقنة مضاد حيوي مثلا أو أي حقنة هياخدها عضل، فالصح بتاعها إنه ياخدها قدام في وركه زي التطعيم زي كده بالظبط، لكن ما ياخدهاش ورا، لأن ورا بيكون لسه العصب بتاع الرجل لسه ما اكتملش في السن ده، وبنخاف كتير للحقنة تلطش العصب زي ما بيقولوا ويحصل لا قدر الله مشكلة كبيرة أو يحصل شلل لا قدر الله. طبعا ممكن ربنا يستر وما يحصلش حاجه وكتير مننا بيدي الحقن ورا، لكن ده غلط والصح بتاعها قدام، وعشان كده بنقوله الصح بتاعها والافضل لازم يكون قدام زي اللي في الصوره ده. تاني حاجه حابب اقولها، لو واحد هياخد مضاد حيوي سواء كان طفل او شخص كبير وهياخد مضاد حيوي حقن، فالافضل والصح بتاعه ان لازم يعمل اختبار حساسيه قبل ما ياخد الحقن دي. الاختبار سهل وبسيط، بيقعد ربع ساعه بنطمن بيه ان مفيش حساسيه ايا كان نوع المضاد الحيوي، حتى لو فلوموكس، حتى لو سيفوتاكس يونيك تام، حتى انت اقرا اللي على العلبه كويس هتلاقي مكتوب يلزم اختبار الحساسيه قبل اعطاء الدواء. نيجي بعد كده للناس اللي عايزه تتخن وخصوصا البنات اللي بتاخد حقن دكسا او بتاخد اقراص دكسا او بتاخد اي نوع من انواع الكورتيزون عشان تتخن. احب اقول لك دي جريمه، ما ينفعش ما يصحش. الكورتيزون ده لو ما اتاخدش باستشاره طبيب بيبقى مصيبه وبيبقى ليه اضرار كتيره جدا. هقول لكم بعض الاضرار بتاعتها عشان محدش يتجرأ وياخد كورتيزون من نفسه عشان يتخن. الكورتيزون ده ممكن يعمل ضغط، ممكن يعمل سكر، ممكن يعمل سرعه في ضربات القلب، بيعمل هشاشه عظام، ممكن يعمل كسور مرضيه في العظام، بيعمل خلل في الغده الفوقكلويه وبيوقفها عن العمل لانها بتعتمد على الكورتيزون اللي هي بتاخده من بره. كمان تاثيره سام بالنسبه للمخ والاعصاب، ودي كانت شويه حاجات بسيطه من اللي هو بيعملها. ده بيعمل اضرار اكتر من كده كمان بكتير. فما ينفعش واحده عايزه تتخن تقول اما اخد كورتيزون او اخد ديكسا او تاخد اي حاجه هي ما تعرفهاش عشان تتخن من غير ما تكون عارفه هي بتاخد ايه بالظبط. دلوقتي بقى نتكلم عن الناس اللي بتاخد اعشاب طبيعيه عشان تتخن او عشان تخس او لاي سبب تاني. حضرتك لو انت مش عارف تاثير الاعشاب الطبيعيه دي بالظبط، فالاعشاب الطبيعيه ممكن تكون ضاره جدا على الكبد والكلى وعلى وظائف الجسم عموما. وما تقولش دي اعشاب طبيعيه مش هتضر، النباتات فيه كتير منها سام وفي كتير احنا مش عارفين تاثيره لحد دلوقتي، وفي منه بيضر الكبد وبيضر الكلى وبيضر حاجات تانيه كتير. يعني هديك مثال بسيط كده، البانجو اصلا والحشيش ما هو نباتات، يعني ما نقول اعشاب طبيعيه طبعا ما ينفعش. كمان حضرتك الاعشاب الطبيعيه دي لو مفيده فالاطباء والدارسين بيحطوها في اقراص وبتاخدها بامان، لكن ما تاخدش حاجه من عند العطار انت مش عارف تاثيرها على المدى الطويل ايه، وما تقولش دي اعشاب طبيعيه زي ما احنا قلنا. نيجي بقى لنقطة تانية خالص، وهي نقطة الجلسات، جلسة الفركولين أو خلافه أو جلسات الاستنشاق. مفيش حاجة اسمها أنا مش عايز أخد جلسة عشان ما اتعودش عليها ومش عايز أدي ابني جلسة عشان ما يتعودش عليها. الكلام ده طبعا غلط. لو حضرتك عندك حساسية صدر أو طفلك عنده حساسية صدر، فالجلسة دي أخف علاج ضررا بالنسبة لحساسية الصدر، لأن دي بتشتغل موضوع على الجهاز التنفسي فقط لا غير، بخلاف الأدوية والإقراص اللي بتشتغل على الجسم كله. فدي أأمن حاجة أصلا للحساسية الصدر هي الجلسات والبخاخات، الحاجات اللي بتشتغل بشكل موضوعي، ودي رقم واحد في العلاج. فما فيش حاجة اسمها أنا مش عايز أخد جلسة عشان ما تعودش عليها، دي مش إدمان وما فيهاش تعود. أنت لو تعبانة هتحتاجي الجلسة، مش تعبانة مش هتحتاجيها، وكذلك الطفل بتاعك. دلوقتي حابب أقول حاجة تانية، الناس اللي بتاخد علاج مزمن زي علاج القلب أو علاج الضغط أو علاج السكر، حضرتك العلاج ده ما بيقفش من نفسك، مفيش حاجة اسمها أنا لما برتاح ببطل العلاج، أحس بصداع أو أحس بتعب أخد العلاج، الكلام ده طبعًا غلط جدًا. أحيانًا يكون الضغط عالي أو السكر عالي وأنت ما تحسش بأعراضه، ما ينفعش. ما استناش لما تحصل مصيبة لا قدر الله وأقول أصل كنت سايب العلاج عشان ما كنتش حاسس بأعراض، مفيش الكلام ده، أنت ما توقفش العلاج من نفسك ولا تقلله من نفسك، كل ده باستشارة الطبيب طبعًا هو اللي يقول لك الكلام ده. نقطة تانية مثلا، مفيش حاجة اسمها أنا عندي الواد بيسهل عشان بيسنن، أنا عندي الواد بيكح عشان بيسنن، أنا عندي الواد بيرشح عشان بيسنن. حضرتك الكلام ده كله غلط، أو حضرتك الكلام ده كله غلط. الطفل لما بيسنن الأعراض اللي ممكن يحس بيها هو بس شوية ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، ما يكونش ارتفاع شديد كمان. ممكن يكون مش مظبوط منيق كده زي ما بيقولوا، ممكن بس الرضاعة بتاعته تقل شوية، شهيته تقل شوية، بس مفيش حاجة أكتر من كده. لكن الواد عنده نزلة معوية وعمال يسهل وتقولي لي أصله بيسنن، الواد بيكح وعنده نزلة شعبية ولا عنده لا قدر الله التهاب رئوي وتقولي لي أصله بيسنن، طبعا الكلام ده ما ينفعش تماما. حاجة كمان أخيرة كده، الناس اللي عندها لا قدر الله فيروس سي أو بي أو حتى فيروس ألف بتاع الكبد،
على فكرة الفيروسات دي يا جماعة ما بتحبش العسل ولا بتحب الحلاوة الطحينية ولا بتحب الكلام ده كله، الحاجات دي بتحب العلاج بس، عشان انتشر شوية حاجات كده لما حد يعرف ان عنده فيروس سي الناس حواليه تنصحه وتقول له كل عسل اصله بيحب العسل، كل حلاوة طحينية. طبعا الكلام ده كله غلط، مفيش الكلام ده. واخيرا المضادات الحيويه طبعا ما تاخدهاش من نفسك، وطبعا لو الدكتور كتب لك مضاد حيوي وكتب لك على كورس علاج لازم تاخده لحد اخره. دي معلومه قديمه شويه لكن يمكن الناس ما تعرفهاش، لما الدكتور يكتب لك مضاد حيوي كورس مثلا 3 ايام يبقى تاخد الثلاث ايام، 6 ايام تاخد الست ايام، 10 ايام، 15 يوم، زي ما الطبيب يحدد لك بالظبط، مش لما تلاقي الطفل اتحسن او تلاقي نفسك اتحسنت فتقوم وقف المضاد الحيوي. كده حضرتك بتعمل مناعه لجسمك ضد المضاد الحيوي ده لو استخدمناه هو او عيلته مره تانية، فما ينفعش. وفي النهاية برضو أحب أشكركم، شكرا لكم.